يقول: أنا سوداني أعمل في إحدى المؤسسات، وقد درجت المؤسسة على إفادة بعض عامليها كل عام للحج على نفقتها، ويتم اختيار هذه المجموعة حسب كبر السن ومدة الخدمة في المؤسسة، فهل يصح هذا الحج أم لا يصح؟ نعم، يصح هذا الحج، يعني يجوز للإنسان أن يقبل التبرع من شخص ليقوم المتبرع له بأداء فريضة الحج من هذا المال. ومثل هذه المسألة التي ذكرها السائل لا يكون فيها في الغالب منة، لأنه نظام شركة يستوي فيه فلان وفلان. أما لو كان التبرع من شخص معين لشخص معين، فهنا قد نقول لا ينبغي أن تقبل هذا، لأنه يخشى أن نمن به عليك يوم من الدهر فيقول: أنا الذي أعطيتك ما تؤدي به فريضة الحج وما أشبه ذلك. وعلى كل حال، فمن قبل من إنسان تبرعا ليؤدي به الحج فلا بأس به، لكن كما قلت إذا كان من شخص معين فالأولى أن لا تقبل، وإذا كان من شركة على وجه العموم والنظام لها فلا بأس.